موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة تربوية عنوانها ملخص لفقه بر الوالدين. ملخص فقه بر الوالدين: واحد، حق الوالدين مقدم على حق غيرهما من البشر. اثنان، القيام بحقوق الوالدين يقدم على فعل نوافل العبادات. ثلاثة، يجب على الولد المستطيع الإنفاق على الوالدين عند حاجتهما. أربعة، يجب طاعة الوالدين الكافرين فيما لا معصية لله فيه. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. خمسة، يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده بشرط عدم الإضرار بالولد. والله أعلم.